بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا مشاهدي الكرام، حلقتنا الليلة إن شاء الله لا نتناول فيها دور فيتامين ألف، فيتامين أ، دورها ونقصها في الجسم ومصدرها الأساسي، يعني المصدر الأساسي من تجبر هاي الفيتامين. يا غير سابق ندخل الموضوع، كي تعرفوا دائما عيت نعلق على شنو المسائل، كي الأسئلة اللي عيوا ينطرحوا عليا يا غير نختار نجاوبهم إلا من خلال التلفزيون. هم واحدين يقولوا إن ما أنا مرقوا عندنا الحدج وعندنا الجوك نطيبوهم واللحم وشنو نبتو. أنا ماني طباخ، أنا خبير في التغذية العلمية اللي هي معيار الأساسي للطب الوقائي. نحن تخصصنا خاصنا، ويلا توعد عندنا ويعود ياسر ياك الناس تعرفوا، ويلا مولي المجتمع يشجع ابنه على التخصص لانه تخصص وقائي. يا غير ياسر من يا للاسف ياسر من 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 التركه، يعني التلاميذ يبقى عندنا نوع من التخصص، ربما يقعد عنده ان كومبلكس والله عقده، ما يختار يمرق في الشاشه التلفزيون يتكلم عن اورانج ولا بوم، وهو هو هي التخصص هو الوقايه الوحيده من جميع الامراض اللي ذات الصله اللي ما تنعد ولا تنحصى اللي مسببها مسببينها الاغذيه اللائمه، كي تعرفوا عن النقص والله الزياده في القذاء اللي ما يتطلب الجسم. من المستحسن في المستشفيات كاملين تعد فيهم انيتي جيتيتيك، لابد هذا ضروري، لان اي يجي المريض وربما جاي قاع اصلا للطب عنده نقص ماده والله زياده في مساله والله عنده مرض يتطلب نظام غذائي صحي طبقا للمرض اللي فيه. يعني من المستحسن، يعني قاع مساله ضروريه انديسبونسابل عن شك كلينيك والله اوبيتال تعود فيها انيتي جيتيتيك، هذا لابد منه، وهو الخاص الوطن، وانا الجهات المعنيه نطالبها ودائما نطالبها على انهم يكثروا من التغذيه ياك 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 تخلق الوقايه من ياسر من الامراض. ووحدين عياو يسمعونا نتكلموا عن الامراض يبحروا القضيه شنو. انا نعدل اللي نقالوا له جيتيتيك سينتفيك، ونعدل له جيتو ثيرابي بسيكوثيرابي، كاع وحدها ما تينا شادين اخبارها بلي قاع نتكلم عن شنو الامور الناس ما يفهمتها، عزلناها ودرناها على الزر. نعدل اللي قالوا لا جيتو ثيرابي، دايروهم على جيتيتيك. لا جيتو ثيرابي لو في دي سواني ا باز دو كومبليمون اليمونتير، معنى عندي تخصص يسمح لي على اني نقد، هو من اول تخصص هون ما نعمل به الاعشاب، نعمل لا الاغذيه اللي تاكلوا انتم يوميا اللي موجوده في السوق، نجعل انا منها دواء، نعدل منها دواء بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا من اول ملي نظام غذائي مقضي وعلاجي قديت نعدله، وطيت عليه ياسر من زمني كان نحل مشكلته، ونطيته لياسر من الخلق، فتبارك الله ما شاء الله تعافى اللي منه تابعه كامل، لان القضيه انا مداركها. المريض عيا يمرض عنده نقص ماده، وربما يقيس الطب ويعطوه ذي الماده عباره عن 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 دواء، وإذا قاع هو اللي صالح الإنسان المرض يعطيه قيس الطب أولا، بعد قاع أخبر الطب في مرضه يعود يقسع يقترحوا له دواء الله يعدوا له الأرض الناس والله شنبته. يا غير المشكلة اللي لاحظت أنا ومداركها وياسر من الخلق ما فات داركها، لأن المريض يقيس الطب ويعطيه دواء ويرجع مولي نفس نمط الحياة، كي نقول لكم دائما تخلق له مولي نقص نفس نقص المادة ذي هي، ويقيس مولي الطب ويعطيه دواء آخر. وكثرة الأدوية كل رجاج حتى الأطباء يشاركونا الرأي في ذا، كثرت الأدوية ما هي صحية، يعني تخلق إن 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 سير ميديكاسيون تولد اللي قالوا مولي لا سير ميديكاليزاسيون يتم لها لا موانتر في الطب ومريض وأدويته ياسرين. هذا النظام اللي نطالبوا به دائما هو النظام الوحيد اللي وقاية من جميع الأمراض، اللي هي التغذية الصحية بجميع معاييرها طبقا يعني جميع المعايير اللي مطلوبة. وفهم اللي مسألة أخرى مهمة، عيت مرة تسمعوني نقول برنامج غذائي، أنا ما عندي سم أعطيه للمريض، ولا عندي اللي قالوا لي ميديكامون سينتيتيك شيميك أعطيهم للمريض، لأني ما قط أبدا
سميت دواء، ولا نسمح لنفسي ولا نسمح مولاي الا لقى جوخر يتصل علي ويقول لي انا ندور الادويه وكيف ذاك الدواء نقد نقبله، والطبيب قد داني دواء اعطاني دواء ونسيت رقمه ولا قديت نتصل عليه، والله قاعد وقد علي رقمه وطالبك انت تقول لي الدواء. لا انا ما عندي علاقه بالادويه، ادويه الكيماويه ما عندي بها علاقه. انا عدلت حميه غذائيه وعدلت اللي قالوا لا جيتو ثيرابي. جيتو ثيرابي موجود في الطب النبوي وموجود في الميديسين الشينواز وموجود الان يعدل يا غار يعدل بطريقه علميه. لان نظام يعني نعدلوا انتم دائما نسوي لكم نظام غذائي غير نختار ننبهكم عليه ونعطيكم وصفته. نظام غذائي نعدله يعود بالكيف وبالكم. يعني يجيني مريض عنده نقص ماده معينه، انا ما قد عند المطاعم خير مني، لان المطاعم اللي يجي مرقاج ويطرحوا له امبلا ولا غادر هما مسولين وكانوا مريض ولا ما مريض. لا انا المريض اللي يجيني ونشوف مرضه نعدل النظام. اولا يعود شنو؟ يعود مقلدي. ثانيا يعود علاجي، لان الموريتانيين حد لا يداويهم يقضيهم بعد قاع، يعود يساعد لهم العلاج، افصلهم في التغذيه من العلاج بعد قاع ك ك ك ك ك يعني اسعافات اوليه بعد قاع له يقضى بعد قاع هو حد يساعد لهم العلاج. نعدل النظام مثلا يعود بالكيف وبالكم ويعود في جميع لي سيبستانس دوك العناصر كاملين اللي مقضيه كامله يا غار. ني تعدو عنده حاله خاصه به مرض خاص به انوك العناصر ما يلطو يعملهم، والله فم عنصر ما يلطو يعملو نملي نقلبوا له النظام شعر طريقه اخرى يا غار. نظامنا انا مدرك قضيه الانسان دائما مريض وينعطى له الدواء ويرجع ملي نفس نمط الحياه ويمرض ملي. عندنا نعدوا النظام نقلبوا له نمط الحياه القديم بنمط حياه جديد. هذا عدلنا له المجبنه وما شاء الله تعافوا. ولا نقدم ملي نعدل رقاج نظام غذائي ونكتروا بنقص ماده عنصر، لا 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 لا. كي اللي يعدلوا وحدين يجي رقاج موجوع يروقوا يعالجوا له المرض، لا ينساو على ان الشخص على انه يحتاج لجميع العناصر. هذا لا ينساو يا غير لا يعدلوا له لا نظام لا يعالج عنه ذاك المرض المعين. قال شو عقب يخلق له؟ يعقب يتمنيني لا يقوم على الصباح ولا الدحمس ولا ما يقدر يرفد راسه. عنده نقص السكريات وعنده نقص الحديد وعنده نقص البوتاسيوم ونقص الكالسيوم وجميع العناصر الاساسيه اللي عندها دور حمايه تخلق له انكارانس بار تخلق له ان 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 سوز اليمنتاسيون والله ان مال نيتريسيون سيرتو كاع ان مال نيتريسيون نقص في العناصر اللي مقضيه. وبالتالي يصبح ما يقدر يرقب راسه يعود كان عنده مرض معين وتجيهم سوء التغذيه تعود هذه مشكله. نحن عدلنا نظام وعندنا ملي رواقيج منهم كامل يقد اللي تابع وتعافى فتبارك الله ما شاء الله من طرف حميه غذائيه لا جيتيتيك ولا جيتو ثيرابي العلاج بالاغذيه ومنهم كامل مستعد ان النادو يعطي شهادته. انا زين عندي لانهم مئات ما شاء الله يا غير هذه الناس اللي تابعت الناس اللي ما متخلطه مع الوسواس الناس اللي متخلطه مع اللي قالوا ليبوكوندري. قلت لكم دائما ليبوكوندرياك دوتو اللي ما ينفعهم الادويه ما ينفعهم ولا ينفعهم العلاج ولا ينفعهم شيء شنو تم ولا شاكين انهم مرضى هذو قالبين قلابه والله قالب ولا يشفينا ويشفيهم ان شاء الله. موضوعنا الليله هو فيتامين الف فيتامين ا. هذه فيتامين هم شكلين ربما تعودوا تسمعوا مره برو فيتامين ا وفيتامين ا. فهم اللي قالوا فيتامين ا للشوف لا فيزيون. هذه فيتامين اسمها العلمي رينيتول ودورها الاساسي في الجسم هو يعني رول برينسيبال. اخترت هون مره نتم نتكلم شوي نعطي جمله بالفرنسيه يا غار نشرحها مباشره بالحسنيه لان البرنامج متابعينه اخوتنا البولاريين والسونيكين والولف هذو متابعينه. وانا كنت بعد ما اخترنا عدنا نعرف سونيكي وبولار وولف لكن قد نتم نوصل الفكره لاخوتنا اللي عايشين معنا اللي ما نقدروا نفتصل معاهم ابدا. واحده لافيتامين ا الفافوريز ان بون فيزيون يعني تعطينا شوف زينه تحسن من 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 الرؤيه وكروسانس دي زانفون دي زو معلومه في نمو العظام
ومعلومه في سانتي دي لابو صحه البشره وكونتر لي زانفيكسيون هذا هو رول برينسيبال دال اورغانيزم كونتر لي زانفيكسيون يعني ضد اشكال العدوى وكروسانس دي زانفان معلومه اللي قالوا لا كروسانس دي زانفان النمو الاطفال يعني نمو الاطفال ينقص بنقص هذه الماده اللي هي اللي ضروريه هي ضروريه انا قلت لكم عن العناصر كاملين فيتامينات وملاح معدنيه لانه ما يقدر يجي يتهرب عنهم لا تهرب عنهم ويدور اللعب ويقصوه ويجيبوا له المشاكل لا قدر الله درك كونسيكونس دو لا كارونس كونسيكونس دو لا كارونس في حال تعلنها نقصت الجسم هذه فيتامين تودي اللي قالوا بيس دو لا فيزيون يعني يعود مولاها مات الشوف وتقدم اللي تودي اللي مع ذاك اللي قالوا لها سيسيتي يعود مولاها عمى هذه لا نقص هذه الماده ذي هي يعود عنده دي بروبليم اوكيلار مشاكل الشوف منهم ياسرين وتودي الاطفال المولد اللي قالوا كزروفتالمي يعود الشير عينه عليه شي كيكوش وتود عين قاع خاسره به لا نقص هذه الماده ذي هي وكم من الشير توقع له وتودي اللي قالوا لا ريد كروسانس يعني النمو يوقف به نقص هذه الماده ذي هي خاصه في الناس اللي عندها قاع سوء تغذيه مولد مع هذه المرده ذي هي وتودي اللي قالوا في سما دي لابو ان البشره لانها تعود ريدي يعني البشره تستكهل من العجله يعود الانسان بشرته ذيك يظهر عليه شيخوخه مبكره من نقص هاي الفيتامين يا غار هم كي قلت لكم البدايه برو فيتامين ا هي اللي نجوها المهم نرك لا نقول لكم المصدر الاساسي الفيتامين ا يعني سورس برينسيبال دلا فيتامين ا تجبر ذا اللي قالوا غراس انيمال يعني الدسومه من اصل حيوانيه تعود اصلا وتجبر ملي ذا اللي قالوا لو بواسون غرا الحوت يعود السمين يا غار بواسون غرا هون ان جيت تساهم يقدر يقول لكم تم ولا كل الحوت السمين ياك تجبروا فيتامين ا لا داير لكم هون بواسون غرا مرتين للاسبوع ياك تسلكم الكوليسترول في الحوت السمين يعني الحوت السمين حد ياكلوا بالدوام يقدر يجيب له مشكله في الشرايين ومشاكل القلب تجبر في فوا دوفو يعني كبده العجول هذه مولي مصدر من فيتامين ا وتجبر الفرماج رغم الفرماج فيه كالسيوم وفيه فيتامين ا وفيه فيتامين بي 2 معلومه في لا سانتي اوكيلار مولي اللي شوفه تجبر فيه يا غير لا نرجع شوي لفوا دوفو كبده العجول اللي قلت لكم هذه مره واحده للسبوع تجبر فرماج دير لكم هون 30 غرام ثلاث مرات للسبوع 30 غرام من فرماج ثلاث مرات للسبوع وتجبر في بير دير لكم هون مرتين للسبوع يعني الانسان يقدر يتم نوع بير ونوع فرماج ياك يجبر لك العناصر اللي مهمه بير مولي ندور نرجعوا شوي لان بير فيمبر موجود في السوق ولا قد جاب لرقاش مشكله ومقضي لكن درنا نذكره لكم ان شاء الله هنا نجبره له وفما البيل في فيتامين ا في فيتامين دي ومقضي لاقصى درجه يا غير ما نقدر نقول لكم تاكلوا البيل يوميا درت البيل درت له على الاقل بعد هون مرتين للاسبوع خوف من الكوليسترول وفما لي برودوي ليتي اللبن المحلوب يا غير فيتامين ا اللي في اللبن المعز تعادل 5 مرات فيتامين ا اللي في اللبن البقر اقنى اللبن يقدر يشرب يحتوي على كميه عاليه من فيتامين ا اللي هو البن المعيز لي دو شيفر وفما ويل دوليف زيت الزيتون رجاج عدل صلات ولا شيء يقدر يرش رشه بزيت الزيتون مع الخل راهو ملي في فيتامين ا وفما ملي الويل كريستال زيوت غير مشبع زيوت معروف على انها زيوت صحيه وخاصه انا شخصيا عملت في برامج الغذائية وعطتني جواب إيجابي هذا هو اللي يقر دائما هم كاروت واحد اللي يقولوا فيتامين أ لو دولوا في كاروت لا ما بيطرق هذا هي كاروت في فيتامين أ يقر حد لا يحوله شار رينيتول اللي هي فيتامين أ اللي مسؤول عن الشوفة
ليحول كاروت يعود معلوف الشوفه هم طريقه تعدل له. وبعد الفاصل ان شاء الله نعود ان شاء الله نذكر لكم القضيه. لا بعد الفاصل ان شاء الله دقائق دان كل كزاستون ان شاء الله نذكر لكم المواد هما. عدنا ان شاء الله من اجل الوقايه من الامراض. قلنا علينا وحدين يقولوا عن فيتامين أ لنا في كاروت. طبعا فيتامين أ في كاروت، يعني كاروت ما في فيتامين أ رينيتول، كاروت في فيتامين أ برو فيتامين أ بيتا كاروتان، يعني حد لا يحول لأن برو فيتامين أ مضاد الأكسدة، يعني ضد اللي قالوا لزاتك راديو كالير، لزاتك راديو كالير ولهم راديكولار، ساك ما اتصل عليه الناس الصبح ولا صبحت قلت قالوا لي قلت راديكولار، راديكولار يعني لي راسين يعني لي دون، ولا قلت راديكولار ريلاتيف وراديكوليبر، هذو الجذور الحره اللي يسبوا الشيخوخه المبكره لكن اللي تعدل السمره الحديد، هذو اللي يعدلوه اللسان تسببهم سوء التغذيه وتسببهم عوامل وتسببهم كثره الشمس وتسببهم يسببهم اللي البرد الشديد عند الانسان اللي ما عنده تغذيه صحيحه، فهم عوامل مسببه لذول الجذور الحره اللي سبوا عدد من السرطانات. وهذه برو فيتامين أ مضاد الاكسده، ونفس الوقت هم اللي مضاد الاكسده، لان الاكسده هي تتسبب هم اللي سرطانات وهما يحموا الجسم من كثير من السرطانات اللي كانسر. و كونتر اللي قالوا ليزاتاك كارديو فاسكيلار كاملين، لانه يعني معلوم من صحه الشرايين لا برو فيتامين أ. يا غير الفرق بين رينيتول فيتامين أ وبرو فيتامين أ. برو فيتامين أ دوريجين فيجيتال، اصل فيها نباتيه، وفيتامين أ رينيتول دوريجين انيمال، اصلا حيوانيه. وقلنا على كيف يعني السورس المصدر الاساسي للبرو فيتامين أ، نعودوا نرجعوا كيف نحولوا فيتامين أ شر يعني برو فيتامين أ شر رينيتول. لا نقول لكم المصدر الاساسي للبرو فيتامين أ، طبعا ليجيم في كاروت في بوم دتار، بوم بيتار قلنا احنا هذا مولي في برو فيتامين أ، يا غارب شر يعودوا ما تديروا فوقهم شوي من التسم. كاروت بومبيتير صلات كامله يعود مديور فوق شوي من التسم، ياك تتحول من شار فيتامين أ رينيتول. رينيتول جاي من الريتين، ريلاتيف على ريتين اللي مسؤول عن عن عن, عن الشوفه. وكيف تخلق العمليه؟ اما بزيت الزيتون، اما صلات ندير فوق ويل كريستال، حتى ويل كريستال ويل انا مختاره. لا تنسوا من بدايه البرنامج قلت لكم على هذا البرنامج لا يتكلم لا عن غذاء صحي، غذاء مو صحي ما يدخل في البرنامج، ولا اي برنامج ملي ما هو قابل اي ما هو قابل رعايه فيها غذاء مو صحي. لا نحن نتكلم عنه لا غذاء صحي ورعايه كامله، شفتوها في البرنامج عرفوا عنه الشيء ما لا يرجع لي الا انه غذاء صحي بالخبره. وكاروت نختارهم اللي نقول لكم هو كاروت، ياسر من الناس يحوز عليه ويحسنوا، لا 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 لا، كاروت موكي بومبيتار، بومبيتار يحسن، يعني كاروت ينكرط، لأن برو فيتامين أ اللي فيه ولي سيبستانس كاملين نيتريتيف، يعني العناصر اللي مقضية كاملة الأغلبية منها في حاشيته، معنى أنه نين يحسن مشاو مع هذوك المواد هذوكما، ونين ينكرط يبقاو في ذوك المواد ذوكما وينصق المولي والعاد فهم شمن المبيدات ولا النوع يمشي مع 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 كريطو وينصق حتى وين دار فوق زيت الزيتون في صالات والله ويلي كريستال مع الخل. وذيك الساعه رغم ان ويلي كريستال نقدر نقوموا بحلقات الوجبات اللي قدوا يعدل منهم ويلي كريستال من حيث لانه يعدوا وجبات صحيه ووقائيه، يا غير مزال خاصنا الطباخ واللي متبارك معه ان شاء الله هو اللي وانا نعود نتكلم عن ذوك الوجبات اللي معدل منهم كاملين وتعمل فايده وتم تعمله من المستحسن كل دار يعد فيها بوش من كريستال لانه ويل صحي. وياك لا تعرفوه لاني تعملوه ان شاء الله، وانا الشيء اللي يرجع علي ان شاء الله ما نتكلم عنه. طماطم مولي الحمراء، هذه فروي طماطم الحمراء، يعني لاركات يا لي بوتانيست ما فاتوا قالوا على انها ما فاتوا عرفوا كان فروي والله ليجيم، يا غير بعد المهم على انها فروي الاغلبيه من لي بوتانيست قالها لا فروي. هذه مولي
يعني تندار في صلاة، تندار فوق زيت الزيتون، تعود مولي معلومة في الشوفة، تندار فوق ويل وتعود مولي معلومة في الشوفة. وبالنسبة للفروي، فروي عندكم باستك الدلاح فيها بروفيتامينا أو فيه ليكوبان، وعندكم ميلون هذا مولي فيها، وعندكم لابيش حجونين قال لابيش موجودة عند يعتود عند طواب الفروي، هذه مولي غارب بشرط تعود تشروها، تعود ما فوق بروجكترات ولا فوق مولي ما يجبر الشمس، هذو الفاكهة يحتوي على ليكوبان ويحتوي مولي على 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 بروفيتامينا اللي مضاد للأكسدة. يعني المهم بعد على صلاة كاملة لا تعدلوها، يعني تحولوها لان يعني صلاة مضادة للأكسدة، فيها خضرة مضادة للأكسدة، يعني غارينية تندار معاها زيت الزيتون مع الخل تعود مضادة للأكسدة وتعود مولي معلومة في الشوفة. هذا يالطنا نعرفوه. وسابق نختم إن شاء الله البرنامج، عندي نصيحة شوي الموريتاني ما شاء الله أهل كرم، معرفة بالكرم والتعدال والسخاء، ونختار النبه على ان احيانا تعد مد عندها جار وصلت تعد فاصله، يعني الفقير الصابر ما هو قد يؤخذ نعات فقره للناس، صابر لله سبحانه وتعالى صبر جميل عنده، يغرم الانسان تعد عنده مروه يعني يشوف رقاج يعرف انه تعبان يقدر يعاونه ما يخسر شيء، رقاج حدا جار يتمر مره قبل شيء من اللي حدج تريكه نتريكه دائما يصابوا بنقص الشوف من نقصها والمواد هما اللي عنده الامكانيات يتم يشري تركتو ذو المواد ذوهم يعمل لهم ياور وفروي وليقيم، يعني ما تنقص ما تنقصهم ذي المادة ذي اللي معلومة في الشوفة ومعلومة في النمو، ونعدهم اللي مادة حدها جار يعرفوا على انه فاصل ما يخسر شيء، واللي يعاونوا جارهم بالأغذية هذا ما يخسر شيء، وشي لا يعدلهم اللي ما فرض عليهم تشوفوا الناس الأخرى، هذا اللي حد انها وصية ولا عيني قاعد نقول لكم لأنكم ما شاء الله أهل كرم وبلد معروفة بالكرم والطابق والتعدال والاحترام. وإن شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله نواصل محالة كان نتكلم عن فيتامين دي دورها بالجسم نقصها وش تقد تودي من الأمراض ومصدرها الأساسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.